مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لإعلان قرار السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية كل من لواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، لواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد قائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم 14/20/22. في النار دي اللي يكسرنا.